يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتوره هديل الصالح حياك الله معانا. الله يحييك دكتور، مشكور على الاستضافه. الله يسلمك ان شاء الله. دكتوره هديل، حضرتك استشاري في امراض الدم والسيوله والتخثر وايضا امراض السرطان في الدم. دكتوره، يمكن في حلقات سابقه تكلمنا عن مرض الهيموفيليا وبينتي لي كثير من النقاط الهامه حول هذا المرض، وايضا اعطيتني يعني اخبار ساره عن اخر صراعات اللي طلعت والطفرات بالنسبه للناحيه العلاجيه، وايضا خصصتي هذه البشره للذكور لانه هم النسبه الاعلى في الاصابه في هذا المرض. صحيح. لكن دكتوره، لو بنتكلم الحين بشكل عالمي، اعتقد ان في الحلقات السابقه اللي تكلمنا فيها يمكن قبل اعتقد سنه او اكثر من سنه عن هذا المرض بالذات، قلت لي انه صار في مثل مكان تكلمتوا فيه، اعتقد مؤتمر او شيء عن الحلقه هذه تكلمنا فيها. صحيح. وايضا ان في القريب العاجل ممكن خلال شهر تقريبا في يوم عالمي لهذا المرض. كلميني عن هذه المؤتمرات او هذه الاحداث وايضا عن اليوم العالمي دكتوره. كون الهيموفيليا يعتبر مرض نزاف عالمي يصيب شريحه من الذكور، ما اقدر اقول لك انه هو ياخذ المرتبه الاولى في تصنيفه امراض النزاف، لكن كون المرضى يعانون وعندهم اكثر من اتجاه معاناه، ما ينحصر بس في النزف نفسه، لكن انا عندي حياه اجتماعيه، عندي حياه دراسيه، عندي الرعايه اللي مكفلين بالرعايه اللي هم الوالدين او اليد او اليده. صحيح. الموضوع متشعب، هذا لو جيت على الناحيه الاجتماعيه، غير انه لما يكبر بيتزوج. صح. زوجته، عياله، الرهبه اللي بتيله مع كل مولود بيله، خصوصا انه هو انتقال جيني. انتقال جيني. نعم. فالاب المصاب بالهيموفيليا راح يكونون بناته كلهم حاملات للمرض. يعني البنت اللي تيجي من ابو عندها هيموفيليا راح تكون هي حامله، اوكي حياتها خلينا نقول نوعا ما مستقره، ما عندها اي مشاكل. ممتاز. لكن في كل مره راح تحمل هذه البنت 50% يطلع الياهل نفس ابوها، 50% ممكن الياهل يكون سليم. ممتاز. فالمعاناه ما توقف، تستمر. دكتوره، هذا بالنسبه حق اذا ياله بنات مثلا اناث، اذا ياله ذكور ما في اي شيء، خلاص الموضوع ينتهي. ممتاز. لان التوارث الجيني قاعد يصير عن طريق كروموزوم اكس. تمام. فالاب لما يله مولود ولد او ذكر راح يكون المتوارث من الابو الواي. تمام. لان الاكس المصابه الابو خاشها عنده. صحيح. عطى الواي حق الذكور. لكن ختيله مولوده بنت هو عطاها الاكس. صحيح. ما عنده غيرها. الام عندها اكس، خلينا نقول الام سليمه. فعندها الاكسين سليمات. زين، فتعطي الاكس عاد، سواء جت الاكس هذه او الاكس هذه، خلاص هذه مصابه عندها. صحيح. فالبنت تكون حامله للمرض. ممتاز. زين دكتوره، بالنسبه حق اليوم العالمي للمرض، اليوم العالمي قلت لك لان الموضوع يتشعب، الموضوع ما ينحصر ان انا والله بس عندي مرض نزاف. تمام. لا، هذا شنو احداث هذا اليوم العالمي يعني للتوعيه ولا شنو بالضبط دكتوره؟ ما تتخيل، هم عندهم منظمه عالميه لمرضى الهيموفيليا، الورلد فيدريشن هيموفيليا. شهر نوفمبر كان في مؤتمر شاركت فيه، مثلت انا فيه الكويت، كان في كازابلانكا. ممتاز. المؤتمر كان فعال والكل شارك تجاربه في العلاج النمطي لمرضى الهيموفيليا. ممتاز. يعني انا نقلت تجربه الكويت. حلو. كان في ناس من المغرب، من الجزائر، من تونس، من باكستان، من كندا، من البرازيل. ممتاز. اخذ اكثر من تخصص. ما انحصر المؤتمر على دكاتره امراض الدم، وصل لغاية دكاترة الأمراض نساء ولادة، لأن لما في حالة الولادة ويكون الذكر متشخص إنه هو هيموفيليا، هم هذه لها استراتيجية ولها بروتوكول تعامل، بروتوكول تعامل على أساس إنه يحفظون الرأس. أكيد. من وضع النزاف. صحيح. عندنا طبيب نفسي كان معانا في المؤتمر. عندنا صيدلانيات كانوا كلينيكيات. الموضوع كان كبير ومتشعب. لما أنا أسوي يوم عالمي معناته إن أنا عندي شريحة كبيرة مو مصابة، لا تعاني. صحيح. فهذا نوع من نوع التوعية، ان انا اوجه التوعية ما تكون بس مجتمعية. أكيد. ولا تكون بس منحصرة طبيا، لا تكون عالمية. ممتاز. انا ابي اخلط كل الانماط وكل الافكار وكل المستويات العلمية لتلقي المرض. ممتاز. دكتورة، راح نتكلم اكثر عن هذا اليوم العالمي وايضا حديثكم في المؤتمر، وشنو في توصيات عالمية طلعت ممكن نستفيد منها هني بالكويت وايضا السادة المشاهدين بعد الفاصل ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع دكتورة هديل الصالح.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتورة هديل، كنا قاعد نتكلم عن اليوم العالمي لمرض الهيموفيليا وبينت لي الكثير من النقاط، لكن دكتورة هل في مفارقات معينة شفتيها مثلا في الدول اللي ذكرتيهم كلهم؟ يعتبرون يعني غطيتوا العالم كله من أمريكا الجنوبية وأيضا خليجية وعربية. دكتورة هل في مفارقات مثلا طلعتوا فيها بهذا اليوم أو هذا المؤتمر، مفارقات الدولة هذه كان فيها صفات معينة تختلف عن الدولة هذه مثلا؟ شوف الورد فيدريشن هيموفيليا علشان يوحدون الممارسات الطبية العلاجية لمرضى الهيموفيليا سووا كتاب. الكتاب يحمل أكثر من فصل تعليمي سواء للطبيب أو للمعالج الفيزيائي اللي هو العلاج الطبيعي أو للصيدلاني، بحيث أن احنا كلنا نمشي على نفس الخط. ممتاز. على فكرة أنا هم لي فصل فيهم مترجمة معاهم. ممتاز. لأن احنا خذينا كل الشرائح نبي سواء كانوا في أمريكا أو في أوروبا يعتمدون النسخة الإنجليزية والنسخة العربية حق الدول العربية والميدل إيست اللي هو الشرق الأوسط. عدد. اللي صير أو اللي شفناه احنا في المؤتمر، في دول تختلف عندهم الإمكانيات لشراء الأدوية. أنا قاعد أتكلم عن عامل ناقص. أنت لو تشوف طريقة تصنيع الدواء، إن أنا أوصل لعينة صافية ما فيها أي شوائب والدواء هذا مديم وياخذ كورسات علاجية ساعات مرتين بالأسبوع، في حال حدوث نزف أنا ممكن أعطي 10 جرعات في الأسبوع. مكلف دكتورة بحي بعض الدول؟ جدا مكلف. فهذه صارت المفارقات وكانت وايد واضحة. نعم. يعني أنا عندي لما مثلا شرحت تجربة الكويت، فقلت إحنا نستعمل كيت وكيت وكيت وكيت، وممكن حطيت تدرج العلاجي كبداية مرض. نعم. فتحس الانتقاد اللي يجيلك إنه لا أنتم مثلا والله دولة متمكنة، أوكي أنا عندي عندك صح. عندك أنت خلينا نقول بدائل، لكن هذه من المفارقات اللي صارت. لكن كتوجه علاجي إحنا كلنا مشتركين فيه، ألف باء تاء. المريض من بعد السنة ممكن أبلش العلاج، التطعيمات لازم أخذ فيها المحاذير، العلاجات تطعيمات خاصة في المرضى؟ لا، التطعيم راح يكون نفسه. يعني لو أنا خذيت جدولة التطعيم في الكويت مثلا، يقول لك مثلا في الشهر الأول يأخذ كيت، الشهر الثاني، الشهر السادس على عمر سنة سنتين. لكن آلية التطعيم، يعني لو كانت حقنة التطعيم بالعظم، أنا أستبدلها بحقنة تكون تحت الجلد. السبب النزاف؟ على أساس أني أنا أحمي العضل. النزف لو صار في العضل مؤلم جدا، السيطرة عليه ما تكون سهلة. لهالدرجة دكتورة؟ يعني من الإبرة حتى؟ طبعا. طبعا. أتوقعت يعني أنه حادث أو جرح كبير أو لا. أقول لك شغلة، في 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 حالة من الحالات اللي صادفت وقت خفارة من الخفارات اللي عندي هني بالكويت، مريض كان داش عمره تقريبا 2 شهر، مو متشخص، من جنسية عربية، كان داخل بالتهاب رئوي. تمام. فشيء طبيعي لما يدخل الجناح ياخذوا له تحاليل الدم. مكان عينة تحليل الدم ورمت. تمام. فاكتشفوا ان مكان الابرة سحب العينة ما قاعد يوقف الدم. فكون احنا مستشفى نغطي الكويت كلها على طول، لما طرشوا الصورة وكان هو ذكر وشكل التحليل، طلبنا تحليل واحد اللي هو تحليل معدل السيولة. تمام. وعلى طول تشخص انه هو هيموفيليا. تمام. هيموفيليا ألف بعد. شو سويتوا له دكتورة بشكل سريع؟ على طول نعطي احنا علاجات طبعا عشان انا اشخص. اول شيء اشوف معدل السيولة، لما شفته عالي في عندنا تركيبة من الدم هي البلازما. البلازما فيها كل بروتينات الدم. ممتاز. فانا اعطيه على اساس اني اثبط او اني اوقف النزف لغاية ما انه ادخل في ستيب 2 او الخطوة الثانية عشان اعرف نوع البروتين اللي ناقص. ممتاز. فلما عرفنا انه هو النوع اللي ناقص هو عامل 8، فاعطيه عامل 8 لانه ممكن يكون عامل 9، فانا ما اقدر بالبداية اعطي عامل 8 او عامل 9 لما اكون متأكدة. ممتاز. فمبدئيا نعطي احنا بالسيف سايد، تعطي البلازما، البلازما اللي هي تكون من منتجات الدم وفيها كل البروتينات اللي عندك في الدم. ممتاز. دكتورة ابي اكد على نقطة في الاخير قبل ما نخلص الحلقة، بالنسبة حق الأدوية الموجودة بالكويت، قلت لي ان احنا عندنا كل الأدوية. كل الأدوية. والحين كنا في دواء جديد راح يجينا للكويت. الدواء الجديد هذا بالطريق، لانه خلاص اعتمدوا احنا اول ما يعني نحضر المؤتمرات او ان على تواصل بالميتنجز اللي قاعد تصير فيرتشوال، فابديتد، عارفين احنا اول باول شنو انتاجية الأدوية اللي قاعد تطلع في العالم. ممتاز. فهذا الدواء لما اخذ الابروفل، انت ما تقدر تستعمل اي دواء الا لما تتاكد انه مر في اكثر من مرحله. صحيح. ما اقدر اقول تجارب، خلينا نقول هي دراسات تصير على الشريحه الاولى، الشريحه الثانيه، الشريحه الثالثه، يعتمدونها، ما في مضاعفات، ما في سايد افكت، شنو السايد افكت المحتمله اللي انا ممكن اواجهها،
اخذ البنفيت الامتيازات من العلاج واخذ المساوئ واوازنها، وبالتالي انا اطرحها او اقدم طلب للوزاره. وزاره الصحه جدا متعاونه معانا. لما تعالج مريض غير انه يكون هذا الشيء يعني خلينا نقول واجب طبي او واجب انساني، انت لما تعالج شخص وتوصله لغايه مرحله الشباب بمفاصل سليمه بحاله صحيه زينه، انت كذي ضمنت للمجتمع شخص سليم تاخذ منه انتاجيه. صح صحيح. لكن لما يكون شخص تعبان من البدايه انت ما تداركته، راح يكلف الدوله في حالات لما ينام بالمستشفى. صحيح. الاقامه بالمستشفى، الكادر الطبي، التمريضي. صحيح. الادويه وبالاخير غير الناحيه الانسانيه والنفسيه والاجتماعيه. بالضبط. فانت لما تلاحق الشغله من البدايه انت راح توصل حق شغله انت راح تستانس منها او ترتاح، والشخص نفسه راح يحس انه هو انسان طبيعي حال اي واحد بعمره. دكتورة هدية صالح، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة، وأحب أكد للسادة المشاهدين على أني أنا يمكن قابلت الكثير من الاستشاريين من الدكاترة والدكتورات، ودكتورة دائما كنت أسأل هالسؤال، أن إحنا شنو مستوى مثلا الأجهزة الطبية الموجودة أو شنو مستوى الأدوية. الكل كان يأكد لي أن إحنا الحمد لله رب العالمين هنا بالكويت دائما اخر صراعات في الادويه، اخر الانتاجيه بالنسبه للاجهزه الطبيه. صحيح. فهذه نعمه نحمد الله عليها جدا، ويعني نقدم شكر حق دولتنا خصوصا من الناحيه الطبيه الصحيه للمجتمع الكويتي. جدا. وعلى فكره الكويت مو بس تدعم الكويتيين، حتى المقيمين. صحيح. لهم الحق في العلاج الكامل المتوازن، حتى المكلف دكتوره، حتى المكلف تتحمل الكويت، لان انت في بالاخير انت قاعد تعالج روح، يعني هذه غير من مبادئ وشيم الكويت، هذا شيء ديني. صحيح. من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا. بالضبط. فمن هالمنطلق احنا يمكن الوزاره ماشيين عليها. دكتوره هدية صالح، انا اشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمه. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.